مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من حد سوالف. هاد السيدة معنا في الصورة مشاهدينا الكرام، نقدر نقولها المرأة الحديدية، المرأة المكافحة. من بعد شوية على الكرشي نورا، صافي خشي نورا بخير، كملوا ان شاء الله. كما ذكرت لكم مشاهدينا الكرام، المرأة نقدر نسميها المرأة الحديدية، المرأة المكافحة. من بعد الطلاق ديالها اكتشفت الوليدات، الكبير في هاد الوليدات عنده 8 سنين، مجموع لها عام ديال الكرة، عام ديال الماء والضو، ما كتش تقدر تخدم بسبب المرض ديالها، عندها الأعصاب ومصاريف العلاج غالية، مصاريف المعيشة غالية، قهراتها، وليداتها دابا كيقراو بلا مقررات حيت ما عندهاش باش تشريهم، ما عندهاش باش تشري وليداتها المقررات، يعني وليدات صغار كيمشيو يقراو لحد الآن بلا مقررات، كتعيش العذاب كما كتقول، كتناشد المحسنين، كتناشد قلوب الخير، كتناشد المغاربة من خلال هذا المباشر أنهم يتعاونوا معاها. وعفاكم قبل من نوجه نداء للمحسنين، نحاول نسمع قصتها بالتفاصيل مشاهدينا الكرام. خشي عليكم السلام خويا، شنو عندك، شنو المشاكل اللي عندك، من الناس كتعاني؟ خويا انا كنعاني، عندي ثلاثة الاولاد مطلقة بيهم، ثلاثة الوليدات مطلقة بيهم، ما عنديش الصحة ديال الخدمة، ما بقاتش عندي الصحة ديال الخدمة، وليت كنشرب الدواء غالي، ها هو الدواء هزا معايا، بغيتي تشوفو نوريلك. هز الدواء، دوزت مؤخرا ب 12000 ريال والدواء ب 8000 ريال، هي 20000 ريال باش كنشرب الدواء، ما عندي الصحة ديال الخدمة، ما خليت فين قلبت خويا على الخدمة، قلبت على الخدمة في القهاوي، لوزينات ولاو بالمعرفة، بغيتي تدخلي لوزين خاصك يتوسط لك واحد كيعرفك، يتوسطوا لك الناس كيعرفوك باش تدفعي السيفي، عيت أخويا، أنا أمي أمرا كبيرة، أنا أمي أمرا كبيرة دايرة غير كروسة ديال الشوا، دايرة غير كروسة ديال الشوا، هزاني وهزاني ولادي وهزاني كلشي وهزاني بالي، عام ديال المعام ديال الكرا اللي مجموع والما والضو، وأنا ما عرفتش فين غنزيد أخويا، أنا بعض المرات كنولي نفكر في الإنتحار. حيت كنقول عييت عييت، انا امي هزاني دابا، ولكن امي راه ما غتهزنيش اخويا ديما، امي ما غتهزنيش ديما، ما غتهزنيش اليوم وغدا وبعت غدا، هي كتكرفص على ولادي اكثر من اللي كنتكرفص انا، امي كتبقى 13 ليل في الكروسه خدامه على قبل ولادي، ما غاتنيش تخرج للزنقه على ولادي، ما غاتنيش تكرفص على ولادي، انا كنناشد الناس، كنناشد المحسنين يعاونوني على وليداتي، غير ما ياكلوا وباش نخلص الكرا، انا ما باغا طوموبيلات، ما باغا ديور، ما باغا حتى حاجه، انا باغا الناس يعاونوني على دوك الوليدات، صافي هادشي اللي بغيت، بغيت الناس يعاونوني على دوك الوليدات، امي مرا كبيره كضر رجلها، كتبغى عايشه في الزنقه، من الصباح حتى 12 الليل وهي كتبقى واقفه. الكبيرة في وليداتي عدت 8 سنين وطالعة في 9 سنين. كنت فرحانة بالقراية وباغا تقرا وكتقول لي يا ماما انا غنولي طبيبة، ماما انا باغا نقرا، ماما انا ما باغاش ندير بحالك، ما باغاش نخرج ما قاريش بحالك ولا باغا ندير بحالك، انا باغا نقرا. الدري تا هو كيقول لي ماما انا باغا نقرا، الدرية الصغيرة اللي باقا ما دخلتهاش للروض باقا في الدار. كيقراو باغين يقراو، كدبش عليك باغين يقراو، درية باغا تقرا، لحد الآن ما عنديش المقررات باش نكمل لها المقررات، كيقراو بلا مقررات دابا، الوالدة الصباح راه نطلع كارت ديالها عند المكتبة باش شرات لها المقررات، شي مقررات أخرين باقيين ما شريتهمش لها. أنا كناشد خوتي المغاربة، أنا كناشد بلاد المرمر المحسنين الباقي المحسنين، يعاونوني غير على ولادي ما ياكلوا، يعاونوني غير على الكرا والما والضو. قراب لي بزاف، ولادي ملي شافوني في هذه المرحلة كيقولوا لي ماما انت تسطيتي، ماما شربي الدواء، ماما ما تبقيش بحال هكا، حيت مرضت ما نكذبش عليك، الدواء اللي كنشرب مرضت بالأعصاب، ولا فيه الأعصاب، الدواء كنشربو ما بقاش كيقرر فيا، الدواء كنشربو ما كيشدش فيا بقوة الأعصاب، ما غيطرى لي والو خويا، غير هي كنولي صافي معصبة بزاف، حيت أنا مريضة بالأعصاب. انا الدواء غالي، عندي بواطه كدير 6000 ريال، وبواطه كدير 5000، وبواطه 100 درهم، وبواطه 40 درهم. شهر ولا سيمانه ولا شنو؟ دابا قرب يكمل لي الدواء، بقاو عندي ثلاثه الحبات بالدواء ديال 6000 ريال اللي كنشري، بقاو عندي فيه ثلاثه الحبات، لا سالا ليا ما عنديش باش نشري. ها هو قلبو انت، شوف شحال من الحبه باقا فيه. مصاريف العلاج، مصاريف المعيشه. ما عندي حتى شي حاجه اخويا، حنا غير كارين. حتى هي مريضه. الوالدة ديالي مريضة برجليها،
كتعرج برجليها بقوه الوقوف في الكروسه بقوه اللي كتبقى واقفه من الصباح حتى 12 الليل هزني انا وهزه ليا ولادي وهزه ليا وهزه اختي وهزه جالسه معنا جده حتى هي مقابله الدراري حتى انا مريضه كنشرب الدواء صافي خويا هادشي هو اللي كاين ما قادراش نخدم ما قادراش نخدم ما كرهتش انا نخدم بحالي بحال عباد الله خويا ونستقر ونقاد حياتي كنت ما قادراش مريضه كنشرب الدواء انا كنشد الناس يعاونوني انا ديك النهار درت لايف واللي كيعيط ليا كيتفلى كون بغيت داكشي كون راني مشيت ليه نيشان كون راني باغا كراي ريسه ما كرهتش ندير كراي ريسه مع الخمسه الصباح في القاعه ديال الطاكسيات فيها فيها غلبي ساره والبيض مسلوق واتاي وهذا ما كرهتش باغا ندير بيعه وشريه ما كرهتش انا ندير بيعه وشريه امي مراه كبيره راه ما تبقاش هاز مراه غدا اللي بعد غدا كتخون رجلها ما كتهضرش تخدم مشاهدينا الكرام ما كتقدرش تخدم مشاهدينا الكرام سمعتوا هذه القصه هذه ديال هاد السيده اللي معنا في الصوره تلقى ثلاثه الوليدات مكافحه عليهم هي ما كرهاش تخدم راه ما كرهاش تخدم راه باغا تخدم راه باغا تعيش ولادها الحلال ولكن ما عندهاش ما كرهاش مشروع صغير مشاهدينا الكرام انا ما باغاش نمشي مجموع لها عند كراق عند الموضه وما كتقدرش تخدم في باب المرض ولادها كيقراو بحال الان بلا ما قراش عايشه معاهم العذاب حيت ما عندهاش باش تشريهم بغات لي يعاونها بغات لي يساعدها بغات لي يوقف معاها ونقدر نخلي لكم رقم الهاتف ولكم مشاهدينا الكرام عافاكم ما تفلوش لهاد السيده راه اللي فيها كافيها راه اللي فيها كافيها راه محتاج منها كلمه زوينه راه محتاج منها عا شي دعيوه دعي معاها راه غتفرح راه ربي لا اعلم بها راه وليداتها كيتسناو تدخل لهم ولو شي حاجه صغيره نعاود نخلي لكم رقم الهاتف ولكن عافاكم الناس محسنين يتساعدوا مع السيده ماديا معنويا راه محتاجه منا كل الدعم ربي كبير اختي ان شاء الله الناس غيعاونوك ان شاء الله الناس قلوب الخير المحسنين قلوب المغاربه اللي باقي فيهم خير والمغاربه فيهم خير الحمد لله غادي يتواصلوا معاك وغادي يعيطوا لك ان شاء الله عطيني الرقم الهاتف عافاك عطيني الرقم الهاتف هو الاول هي 31 ايه 71 12 30 30 سمح لي اختي عرفت واحد الخطا عاودي لي الرقم 74 31 71 12 عافاكم مشاهدينا الكرام هذا هو الرقم 0 74 37 31 عافاكم اللي غيعيط لي غيعاوني ماديا ولا معنويا مرحبا اما اللي غيعيط لي غيبقى يتفلى عليا بحال اللي درتو ليا من اول البارح كان 0 74 37 31 12 هذا هو الرقم الهاتف ديال هاد السيده عافاكم تواصلوا معها دعموها راه محتاج منكم كل الدعم على وجه ديك الوليدات على وجهها هي ربي كبير اختي وان شاء الله ربي غادي يعوضك ان شاء الله ديك الوليدات مشاهدينا ان الله لا يضيع اجر المحسنين كنتمنى منكم انكم تواصلوا مع السيده ودعموها كنكون وصلنا لهذا المباشر ما علي الا نودعكم ان شاء الله نلقاكم ان شاء الله في مباشر اخر الى اللقاء